السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. نرجع للفيديوهات حول الأديان والمعتقدات الإنسانية، ووصلنا في هذه الفيديو للحديث عن الزردشتية، أول ديانة توحيدية سماوية عالمية بأتم معنى الكلمة، وهي نقطة البداية لكل الديانات الإبراهيمية التي ظهرت من بعد. طبعا كما قلت وأقول إن فكرة التوحيد والسماوية والعالمية ليس جديدة وليس من اختراع الديانة الزردشتية، بل كانت منتشرة بين الهند وإيران عن طريق ما نطلق عليهم بالبراهما، ولكن ليس في دين واحد وبهذا الوضوح كما ظهرت في الديانة الزردشتية. طبعا هنا لا يهمني هل زردشت وجد أم لا، لأن ليس هناك أدلة تاريخية على وجوده، ولا يهمني الزمان الذي ظهر فيه، لأن هناك اختلاف من بين 3000 و5000 سنة، ولا يهمني الديانات السابقة للزردشتية، مثلا الديانة المزدية أو الديانة التي يطلق عليها مغان، التي كانت منتشرة في منطقة فارس وأفغانستان وباكستان. وكلمة مغان يعني الخادم، يعني هوني لاحظوا أن هذه الديانة تنبع من فكرة عارف الحقيقة البراهما اللي كانوا منتشرين في تلك المنطقة. ولا تهمني طبعا الديانات الأخرى مثل ديانة ميترا التي هي بدورها تؤمن بالتوحيد والسماوية، ولكن ليس بالوضوح الذي ظهر في الزردشتية. كل الأفكار الموجودة في الديانات الإبراهيمية مهما كانت صغيرة نجدها مفصلة في الديانة الزردشتية. وكما قلت في الفيديو السابق إن الزردشتية هي خلاصة المعتقدات اللي كانت موجودة في آسيا، والتي هي خلاصة المعتقدات الإنسانية بصفة عامة. إذن في هذا الفيديو سوف نبدأ بالحديث عن فكرة التوحيد، وكيف تطورت هذه الفكرة ومن أين نشأت. ولكن قبل أن أتكلم على التوحيد طبعا، واللي هو موضوع كبير ياسر، يجب أن أركز على الفكرة الأساسية التي قام عليها التوحيد، وهي فكرة الخير والشر. ولهذا في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الخير والشر في الديانة الزردشتية، اللي هي تعتبر القاعدة الأساسية اللي قامت عليها الزردشتية، وفي المعتقدات السابقة للزردشتية سوى القريبة سوى البعيدة، لكي نفهم مصطلح الخير والشر وكيف ظهر عند الإنسان من القديم، وكيف تطور هذا المعتقد وأظهر الديانات التي بعد الزردشتية خاصة الإبراهيمية. هذا المصطلح متاع الخير والشر بدأ مع ظهور الإنسان الواعي، وكل المعتقدات والأديان والإيديولوجيات والقوانين التي نجم نقولوا احنا يتعامل بها الإنسان الآن، سواء مع نفسه أو مع من حوله من الناس أو مع الكون، يعتمد على هؤلاء المصطلحين الخير والشر، وهو بحث يعني تم الحديث فيه كثير في الأديان طبعا، وخاصة في الفلسفة وفي علم النفس. فهو مصطلح جدا مهم، هو الذي يميز الإنسان على بقية الموجودات اللي موجودة حوله أو في الكون. بالفعل مصطلح الخير والشر
هو إنساني بامتياز وليس له أي وجود لا في الطبيعة ولا في الكون، وكل ما نحكم عليه من حولنا في الكون أو في الطبيعة إنه خير أو شر هي نظرة إنسانية بحتة ليس له أي أساس في الواقع الكوني. حتى الفكرة التي لدينا التي تقول إن الكون يسير على نظام البقاء الأفضل هي في الأساس فكرة خاطئة، لأن ليس هناك أي دليل على أن البقاء للأفضل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما نؤذر مليح للكون وللطبيعة نجد إن الذي هو موجود الآن والباقي هو من استطاع أن يتأقلم ويتكيف مع من حوله، ولا يعني بالضرورة إنه الأفضل. نحن الذي نقول إنه الأفضل، ولكن في الواقع هو من استطاع أن يقاوم ويتأقلم من أجل البقاء. هناك سؤال جدا مهم طرحه الإنسان منذ القدم، ما هو مصدر الخير والشر؟ وكيف عرف الإنسان الخير والشر؟ هنا الإنسانية انقسمت إلى قسمين، سوف نتكلم في هذه الفيديو عن القسم الأول الذي يقول إن لا يمكن للإنسان الجاهل والذي يعيش داخل المنظومة الكونية أن يعرف أو أن يتعرف على الخير والشر. إذن بالنسبة لهم مصدر الخير والشر يجب أن يكون من طرف آخر، يكون خارج المنظومة الكونية أو المنظومة الإنسانية، وطبعا يجب أن يكون عارف بالكون وبالإنسان، أي أن يكون هو الخالق أو الصانع للكون وللإنسان لكي ينقل لنا المفهوم الصحيح للخير وللشر. هذه الفكرة قامت على مفهوم القياس، حيث إن الإنسان لاحظ إنه عندما يصنع شيء يكون أكثر معرفة به ويعرف ما هو خير له وما هو شر، إذن قارن نفسه على أساس إنه مخلوق من قوة أخرى وهي لتنقل فكرة الخير والشر. طبعا الإنسان عبر التاريخ وحسب تطور المعتقد لدى الإنسان تصور هذه القوة على اختلاف أنواعها، في مراحل تصورها إنها روح الأجداد التي ماتت، وفي مراحل أخرى تصورها روح الأشياء التي حولها سواء القريبة أو البعيدة مثل الجبال والأنهار أو الشمس والقمر والنجوم، ثم تطورت هذه الفكرة إلى فكرة الأرباب، ما يسمى أرباب الخير وأرباب الشر، أو موجودات فضائية موجودة في الكون هي حسب المعتقد متاعهم أوجدت الإنسان، وهكذا على حسب المعتقدات وعلى حسب الزمان عبر التاريخ إلى اليوم اعتبر هذا النوع من الإنسان إن مصدر الخير والشر نابع من قوة فوق الإنسان وحتى فوق هذا الكون، عارفة بكل شيء وتعرف التفاصيل لكي تنقل لنا فكرة الخير والشر. وطبعا نسب لهذه القوة على أساس إنها قوة خيرية لأنها نقلت لنا معرفة الخير والشر، لأنها لو كانت قوة شريرة سوف لا تعرفنا بالخير والشر. اختلف هؤلاء في نوع هذه القوة كما اختلفوا في طريقة الاتصال بها لمعرفة الخير والشر. هناك من قال يجب على الإنسان أن يسمو بنفسه لكي يصل إلى الاتصال بهذه القوة ومعرفة الخير والشر، وهناك من قال
هي التي ترسل لنا رسل تعلمنا الخير والشر، وهي حال الديانات السماوية. وهناك من يقول إن هذه القوة خلقت فينا وأوجدت فينا بالفطرة في داخلنا الحس الذي يتركنا نعرف الخير والشر، ونحن مناش محتاجين لا إلى سمو ولا إلى رسل لمعرفة الخير والشر. كما اختلفوا في ماهية هذه القوة من ناحية وعددها، فالبعض اعتبرها من طبيعة الكون أو من طبيعة الإنسان مثل أرواح الأجداد، ومنهم من اعتبرها مختلطة مع الإنسان ومع الكون، أي أنصاف إنسان وأنصاف أرباب، ومنهم من اعتبرها مستقلة كليا عن الكون وعن الإنسان، وهي قوة مسيرة من فوق. أما العدد، منهم من اعتبرها عدد لا متناهي، بل جعل لكل صفة إله نتعلم منه الخير والشر، ومنهم من حددها في أعداد أقل إلى أن وصل العدد إلى 3 آلهة كبيرة على شكل هرم، ومنهم من جعلها 2، وهناك من جعلها قوة واحدة مثل أول الديانات التوحيدية التي هي الزردشتية، وجعلت إله الخير هو إله واحد مسيطر، وهو الذي يعلمنا الخير. إذن حسب هؤلاء، الخير والشر ومعرفته هي منحة فوق الإنسان أعطت إليه، لأنه الوحيد الذي موجود في الكون مخير، وأعطت له هذه المنحة لكي يفرق بين الخير والشر، ولو اتبع الخير يسعد وإن اتبع الشر سوف يشقى، طبعا على حسب المعتقدات متاعهم. وهذا بصفة عامة فكر الأديان وكثير من الفلاسفة الذين يعتبرون إن الخير والشر هو مصطلح خارج إطار الإنسان وتعلمه الإنسان لكي يتبع الخير ويبتعد عن الشر. المعتقدات والأديان، لو صح التعبير نسميها أديان، قبل الزردشتية كانت أكثر طبيعية، فجعلت لكل صفة رب خاص بها، فجعلت رب الحب ورب الكره ورب الحرب ورب السلم ورب البناء ورب الدمار ورب الحياة ورب الموت. ثم مع تطور الإنسان بدأوا ينظمون هذه الآلهة وجعلوها على شكل هرم، ووصلوا في الأخير إلى رب الخير ورب الشر، ولكن جعلوا لرب الخير ورب الشر الرب الأول الذي خلق ربين، فأحدهم تمرد وأصبح رب الشر، والآخر تابع الإله الأول فأصبح رب الخير. وهكذا ظهرت الثنائية رب الخير ورب الشر في منطقة إيران وأفغانستان وباكستان. ثم تم نسيان الرب الأول اللي هو معناتها مفروض خلق رب الخير ورب الشر، وتم الاكتفاء بعبادة رب الخير ورب الشر. أدري أن هذه المشكلة جدا معقدة رغم وضوحها، وتتلخص في السؤال الذي يطرح: من خلق الشر؟ المعتقدات الفيدية تجيب على هذا السؤال وتقول إن هناك رب أول الذي هو براهما الأول، وهذا الرب مجهول كليا من الإنسان ولا يمكن أن يدركه لا بالحس ولا بالعقل، وهو رب محايد لا خير ولا شر، خلق ربين بدون نية خلق الشر، فهو خلق ربين، وأحد
هؤلاء الأرباب تحول إلى رب شر، والآخر بالطبع أصبح رب الخير. ومن هنا بدأ الصراع بين إله الخير وإله الشر. إذن الرب الأول براهما الأول لم يخلق رب الشر. هذه الإجابة متاعهم على السؤال من خلق الشر. الشر بدأ حسب اعتقادهم بعد أن خلق الرب الأول الربين، الذي واحد منهم ولا رب الشر والآخر رب الخير. أما في المعتقدات التي قبل الفيدية وخاصة الغنوصية القريبة أو البعيدة، نجد نفس الفكرة ولكن بطريقة أخرى، حيث تنطلق هذه الفكرة من القول إن في الأصل هناك العدم المحايد، العدم الأول المحايد الذي لا يحتوي لا على خير ولا على شر. هذا المفهوم غير موجود فيه، ومن هذا العدم المحايد ظهرت قوة نطلق عليها قوة الخير. وعندما ظهرت هذه القوة طبيعيا ظهرت مقابلها قوة نطلق عليها قوة الشر. هذه القوة التي نسميها قوة الشر هي في الأصل ليس شر إلا في عالم الوجود. وبش نفهم هذا لازمنا نفهم المعتقد الغنوصي الأول. تقول إن الفرق بين قوة الخير وقوة الشر يتمثل إن قوة الخير أرادت الخروج من العدم والوجود الفعلي، بينما قوة الشر هي التي أرادت عودة الموجود الفعلي إلى العدم. إذن هوني نفهم إن قوة الشر هي قوة شر في عالم الوجود فقط، لأنها تريد أن تعيد ما يسمى بقوة الخير إلى العدم المحايد. ومن هنا نفهم إن الخير والشر في المفهوم الغنوصي الأول ليس هو شر بأتم معنى الكلمة، وإنما هو شر خاص فقط في عالم الوجود، وهو يعتبر خير بالنسبة لعالم العدم، لأنه يريد عودة الموجودات إلى العدم. والذي نسميه نحن خير في عالم الوجود هو يعتبر شر في عالم العدم، لأنه يريد الخروج من عالم العدم. إذن الشر ليس له أصل في أصل الوجود العالمي المحايد، وإنما ظهوره كان مع ظهور ما يسمى قوة الخير. إذن أظن الفكرة واضحة، ما نجمش نفسرها أكثر من هذا، ويمكن يعني تعاودوا تسمعوها وتعاودوا تفهموها باش تفهموا الفكر الغنوصي الأصلي في هذه المسألة. أما الأديان الأخرى التي جاءت بعد الفيدية فهي تفلسفت في مسألة الخير والشر واختلفت فيما بينها. فهناك مثلا الديانة الطاوية التي تعتبر إن الشر هو مستقل عن الخير وإنه موجود من الأصل، يعني إن الخير والشر هما شيئين موجودين من الأصل. ولكن الطاوية لا تتكلم عن الرب الأول الذي هو مصدر هذا الرب الذي يطلق عليه رب الخير ورب الشر. إن الطاوية وصلت إلى نتيجة إن الرب الأول الغير محسوس والغير مفهوم لا يحتاج أصلا الحديث عنه، بل نهتم بالربين الخير والشر الذي بالنسبة لهم متساويين، أو بعبارة أخرى توأمين،
صادرين عن الإله الأول المجهول. كل واحد من هذه الآلهة يحتوي على الآخر في داخله. هذه الفكرة التي وصلت إليها الطاوية. أما البوذية كانت أكثر واقعية ولم تهتم بالرب الأول ولا برب الخير ورب الشر، بل لم تتحدث عنهم أصلا، وإنما اهتمت بواقع الإنسان وصراعه الفعلي الداخلي. فهي نوعا ما تعتبر ديانة إلحادية، لأن معتقدها أن الأهم هو الإنسان في هذا الوجود وليس من أوجد الإنسان. الذي يعتبر بالنسبة لهم من أوجد الكون هو ساكن الكون، أي عبارة إن من أوجد الكون أوجد الكون لكي يسكن فيه. هذا هو المفهوم البوذي، والذي هو يقترب كثير من الفكر الصوفي. طبعا لا يمكن لنا أن نبحث فكرة الخير والشر في كل المعتقدات، لأن هذه المعتقدات موجودة بالآلاف وعلى عبر التاريخ، وإنما أكتفي بأهمها. والذي يهمنا هنا هي فكرة الخير والشر عند الزردشتية، التي منها سوف تأتي الديانات الإبراهيمية. أكيد احنا الآن فهمنا تاريخ فكرة الخير والشر في المعتقد الإنساني. قبل ظهور الزردشتية كانت هناك فوضى عقائدية كبيرة، خاصة مع انتشار العارفين للحقيقة أو ما نطلق عليهم البراهما، وكل واحد يعطي نظرته حول الرب أو الأرباب والخير والشر وغيرها من الأمور العقائدية. ولكن هم متفقين تقريبا كلهم إن هناك رب أصلي هو لا خير ولا شر، ومتفقين إن هذا الرب الأول خلق توأمين، أحدهم أطاع فأصبح رب الخير والآخر عصى فأصبح رب الشر، أي أن الشر ظهر حديثا في الكون والوجود وليس هو أصل الوجود. ولكن في نفس الوقت متفقين إن الخير والشر هم شيئين متوازنين أو توأمين، عندهم نفس القوة وهم في صراع مستمر في هذا الوجود وموجودين داخل الإنسان. وإن رب الخير في الأخير هو سوف ينتصر، لأن الرب الأول معه، هذا من جهة. أما السرعة في الانتصار يكون بدعم الإنسان واتباعه للخير. الاختلاف الذي وقع في تلك الفترة هو من هو الرب المعبود. هناك من أعطى الحرية إلى كل مجموعة وكل إنسان أن يعبد الرب الذي يريد، وهناك من قال الجميع تعبد، وهناك من حدد العبودية في ثلاث أرباب، هو الرب الأول ورب الخير ورب الشر، وهناك من حددها في ربين هم رب الخير ورب الشر، وهناك من قال لا يعبد أحد وإنما نهتم بالإنسان كما قالت البوذية. إذن هذه الفوضى التي وقعت، من هو الرب المعبود؟ هنا ظهرت الزردشتية. إذن الزردشتية ظهرت بطريقة طبيعية بعد صراع طويل عقائدي وقع في منطقة إيران وما حولها. يمكن أن نشبهه بما يسمى بالعصر الذهبي الإسلامي بين المعتزلة والأشاعرة، وهذا الصراع كان على جميع المستويات، وخاصة من هو الرب الذي يعبد وفكرة الخير والشر وغيرها من الأمور العقائدية الحساسة. ومن أهم هذه الاتجاهات التي ظهرت في تلك الفترة هي ديانة يطلق عليها الزورانية. البعض يعتبرها
تتبع الزردشتية. هذه الديانة أو هذا المعتقد الذي أثر على الزردشتية كثير له فكرة حول مسألة الخير والشر. تقول الأسطورة إن في الأصل كان هناك رب بدائي، البعض يطلق عليه الزمان والبعض يطلق عليه المكان. هذا الرب قام بتضحيات كثيرة لكي يكون له ابن، ووعد عندما ينجب ابن يعطيه حكم الزمان أو المكان، ولكن لم ينجح، وعندما فقد الأمل أنجب ابنين، ولكن من سوء الحظ إن جاء له توأمين، وكان الأول الذي خرج للوجود هو رب الشر الذي سماه أهريمان. فعندما ولد سأله، قال له: من أنت؟ قال له: أنا ابنك. قالوا: كيف تكون ابني؟ ابني نور وجميل، وأنت أسود وقبيح ورائحتك نتنة. ولكن بعد أن ولد أهريمان، ولد بعده خرج في المرحلة الثانية أهارو مازدا اللي هو إله النور. ولأن هذا الإله الأول البدائي وعد أن يأخذ الحكم الزمان والمكان المولود الأول، جعل لهذا المولود فترة زمنية للحكم، وجعل هارو مازدا يحاربه حتى يسيطر عليه ويأخذ منه الحكم، وبعد ذلك يبقى الحكم لهارو مازدا اللي هو رب الخير إلى الأبد. هذه هي الفكرة متاع الديانة هذه أو المعتقد هذا اللي كان منتشر في تلك الفترة. هذه الأسطورة نجدها في الزردشتية القديمة، وهي مخرج لكي لا ينسبون لرب الخير هارو مازدا إنه خلق الشر، حيث يقولون إن مملكة الظلام بقيادة أهريمان هي السابقة في الظهور في الزمان والمكان، وجاء بعده أهرو مازدا لكي ينظف ويطهر المكان والزمان من الظلام والشر، حيث يعتبرون الزمان والمكان ليس شيء لكي يعبد، وهو يساوي في الحقيقة فكرة براهما الأول عند الفيدية أو فكرة العدم المحايد عند الغنوصية، وإنما على حسب اعتقادهم الرب الذي يجب أن يعبد هو هارو مازدا، لأنه هو سوف ينتصر في الأخير على رب الظلام اللي هو أهرمان. إذن لكي نفهم مفهوم الخير والشر عند الزردشتية التي تعتبر هذه الفكرة نوعا ما جديدة وتحول كبير في المعتقد الإنساني، حيث اعتبرت الزردشتية إن الرب الأول المجهول والغير مفهوم في الحقيقة ليس برب، بل هو مجرد مكان وزمان أزلي. في منطقة من هذا الزمان والمكان الأزلي ظهر رب الظلام والشر والفوضى، وهو أهرمان الذي خلق له أعوان يطلق عليهم الشياطين، وأخذ ينتشر في المكان الأزلي عبر الزمان الأزلي. ولكن بعد ظهوره ظهر رب النور والخير والنظام، وهو هارو مازدا، وخلق له بدوره أعوان يطلق عليهم ملائكة، وأخذ يحارب في رب الظلام والشر والفوضى لكي لا يسيطر على المكان الأزلي. وبدأ رب الخير هارو مازدا يأمر ملائكته لبناء المجرات والكواكب والنبات والحيوان والإنسان وكل ما هو جميل في الكون، بينما رب الشر كان يأمر شياطينه لكي يدمروا كل ما هو جميل وينشرون الفوضى والظلام والدمار. إذن حسب المعتقد الزردشتي، كل ما هو جميل وخير ونور صادر عن رب الخير هارو مازدا، وكل ما هو قبيح وشرير وظلام صادر عن رب الشر
أهرماً، وذلك في منطقة من الزمان والمكان الأزلي قاعدة الوجود. وطبعاً حسب المعتقدات الزردشتية، الخير وإله النور هو الذي سوف ينتصر في الأخير، وهو الذي سوف ينتشر في المكان الأزلي عبر الزمان الأزلي الذي يطلق عليه الخلد. إذن هذه فكرة الخير والشر في الزردشتية، كل طرف مستقل عن الآخر داخل المكان وعبر الزمان، وفي صراع مستمر، وهذا الصراع موجود داخل الإنسان. ولهذا على حسب الزردشتية يجب على الإنسان أن يتبع إله الخير وحده لكي يمكن له أن يصل إلى الخلد، لأن إله الخير هو الذي سوف ينتصر في الأخير، وهو الذي يبقى للأزل، بينما رب الشر سوف ينتهي ويضمحل. فكرة بسيطة وعملية لدعوة الإنسان للخير وجدت قبول كبير وانتشرت انتشار النار في الهشيم، وقضت على كثير من المعتقدات المعقدة والغير منظمة. وهكذا وصلنا إلى نهاية الفيديو حول مفهوم الخير والشر في المعتقدات الإنسانية وعبر التاريخ والزمان، وخاصة في الزردشتية. أما الخير والشر في مفهوم الديانات الإبراهيمية سوف نتكلم عليه عندما نتكلم على الديانات الإبراهيمية واحدة، رغم اللي هي تتفق بصفة عامة في مفهوم الخير والشر. وأرجو أني ما نكونش كسرت لكم راسكم ياسر بهذا الموضوع المعقد والبسيط في الحقيقة في نفس الوقت، ولكن أراه جدا مهم لفهم فكرة الخير والشر في المعتقدات الإنسانية. وطبعا نترقب الفيديو القادم الذي سوف أتكلم فيه عن الخير والشر بالمفهوم العلمي بعيد عن المعتقدات والخرافات، وبعد ذلك سوف نتكلم عن التوحيد في الديانة الزردشتية التي هي النقطة الأساسية التي يمكن أن نعتبرها غيرت التاريخ الإنساني. وشكرا على المتابعة، وطبعا ما تنساوش باش توزعوا الفيديو، رغم اللي نشك انكم توزعوه لأنه صعيب ياسر في الفهم، أدري ذلك، ولكن صدقوني أني حاولت بأقصى جهدي أنها نسهل الموضوع ويكون بسيط باش يفهمه أي إنسان مهما كان، ونعطيكم خلاصة يعني بحوث طويلة في هذا المجال ليس من السهل البحث فيها لأنها جدا معقدة. وشكرا على المتابعة، وشكرا على التوزيع، وشكرا على التشجيع، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.